السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات السادة مشاهدي برنامج الأرض على قناة مصر الزراعية، أهلا بكم في حلقة تتجدد مع عراب صناعة وتجارة الأسمدة في مصر. عراب الحلول الزراعية، ضيفي في هذه الحلقة هو السيد المهندس محمد الخشن، رئيس شعبة الأسمدة في الغرفة التجارية ورئيس الجمعية المصرية لتجارة الأسمدة ورئيس مجلس إدارة مجموعة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، إحدى أكبر قلاع صناعة الأسمدة ليس في مصر وإنما في الوطن العربي والشرق الأوسط. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا وسهلا أستاذ محمود. أنا جاي لحضرتك النهاردة عشان نسأل سؤال واحد وما يتفرع عنه من أسئلة. مصر تعاني على أرض الواقع في المزارع، في المتاجر، في المحلات، في الشوارع من أزمة أسمدة. هل هناك أزمة حقيقية أم مفتعلة أم لسوء تنظيم توزيع الأسمدة؟ وإن كانت هناك أزمة فما هو السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا في أزمة عالمية. الأول الأزمة العالمية بعد كورونا، العالم كله بمر بيها، في ظاهرة لارتفاع الأسعار على مستوى العالم كله، في مش فقط في الأسمدة، في الحبوب، في المبيدات، في كل المدخلات بتاعت الانتاج الزراعي وكل المخرجات فيها ارتفاع اسعار انتاج الغذاء بشكل عام وايضا حتى المعادن، فيها الخامات المعدنيه برضو فيها ارتفاع في الاسعار، ففيها في ارتفاع في الاسعار في كافه المنتجات على مستوى العالم كله، ودي فتره مش خاصه بمصر. يعني معظم مخرجات التعدين، أصل حضرتك قلت حتى في مشكلة في مخرجات التعدين، معظم مخرجات التعدين هي التعدين هي عناصر توجه إلى صناعة الغذاء من خلال الأسمدة. أنت حضرتك بتتكلم على أن ارتفاع سعر الخامات هيأثر على المنتجات نفسها، على أسعار المنتجات، وده حقيقي، ده حصل اللي حضرتك بتتكلم عليه. أنا هاخد مثال عندي في مثلا الكلوريد البوتاسيوم، أنا كنت باخده ب$200، النهاردة سعره وصل $530. يعني مش 100%، ده أكتر من 100%، 150% وزيادة، أكتر من 100%. وإحنا بنستورد أعتقد كلوريد البوتاسيوم من الأردن. مظبوط. ومصر ما فيش فيها خام بوتاسيوم. ما فيهاش خام بوتاسيوم، فيها فوسفات فقط لا غير. وبعدين عايز أقول لك إن هي الشركة الأردنية مش مزودة من عندها. لا، ده العالم كله زود، كل العالم كده. لما انت بتدور على مصدر تاني عشان تخفض التكلفة بتلاقي الاسعار كلها في العالم ارتفعت، فبترجع للمصدر بتاعك. ليه؟ لان هو المصدر اللي هيديك، ما هو النهاردة حتى في ندرة في الانتاج، فانت طبعا النهاردة اللي اي واحد عنده عميل بيتعامل معاه بره مش بيسيبه، وبرضه في الداخل النهاردة لما انت يجي لي النهاردة تاجر جديد ويقول انا عايز اخد توكيل ايفرجرو، مش هديهوله دلوقتي، انا هسيب اللي كانوا بيشتغلوا في ايفر جرو، شالوا ايفر جرو في الفترات اللي فاتت، هو اللي يكمل ويستفيد من المرحله اللي جايه دي. يعني سيستم ايفر جرو لا يقبل الانتهازيه. لا، ما يقبلش. واخد بالك انت؟ فانت ما يجيلكش تاجر يدخل النهارده ياخد حصه، يستغل الازمه اللي موجوده، وبعد كده بعد الازمه تدور عليه ما تلاقوهوش. لا، كل اللي بنكمل يكمل، اللي موجود يكمل. طيب بعض المزارعين يا باشمهندس محمد وبدون مجامله بيشتكوا، يعني مر الشكوى من الشركات الكبرى واسماء لها تاريخ في تجارة الأسمدة، مش في صناعة الأسمدة، في تجارة الأسمدة، ان هم لجأوا للتخزين واغلاق المخازن على البضاعة. هذا الكلام اول حاجة ما فيش تجارة أسمدة، يعني تجارة أسمدة بالمعنى، انا بتكلم على كل الأسمدة. انا برد على اللي بيتكلم ده. يعني النهاردة اصلا ما فيش تجارة أسمدة. النهاردة لما تيجي تمسك لشركات الأسمدة هي بتدي للتعاونيات والبنك ب3100، وانت حضرتك عارف الكلام ده. لا حضرتك، انا بجنب الأسمدة الأزوتية الوقت لسه. لا، ما انا هاخد يعني. كله هتكلم عن كله. بس هي الأسمدة الأزوتية نسبة استهلاكها 3 أمثال البوتاسيوم والفوسفور. نعم. فلما تيجي تتكلم، هي عصب تجارة الأسمدة. الأسمدة الأزوتية هي عصب تجارة الأسمدة. طب فين القطاع الخاص منها النهاردة؟ مفيش. لأن ثمن الطن الحر النهاردة 14,000 جنيه.
بالسعر العالمي. بالسعر العالمي، ما هو ما المصانع بتدي التجار بالسعر العالمي. طيب انا النهارده لما اخد طن ب 14000 وهو موجود في التعاونيات ب 3000، هيبيعه ازاي اصلا؟ فما فيش حد هيروح ياخده. طب هل التعاونيات بتاخد حصتها الكامله اللي هي 55% من انتاج الشركات وفقا للقانون او للقرار؟ انا اجابه السؤال ده مش عندنا، واخد بالك انت، لكن انا ما اعتقد ان هم ما بيوصلوش لل 55%، واخد بالك. لكن عايز اقول لك ال 55% هي ازيد من احتياجات استهلاك مصر. مصر حسب التقديرات الفعليه اللي احنا كنا بندرسوها في الفترات اللي فاتت كان استهلاكها في حدود 9، النهارده في حدود 10 ونص مليون طن، مليون طن اللي هو 15.5%. طب انتاجنا قد ايه؟ انتاجنا النهارده 22 ونص كمان مليون طن. فانت تقدر تغطي السوق المحلي وتصدر 12 مليون. اذا احكمنا السيطره واذا فعلنا القرار بحزم واخذنا للمزارع حقه في اللي هي ال 55% من شركات. بص، السياسه ديت اللي حضرتك بتتكلم عليها لا يمكن احكامها بالكيفيه اللي حضرتك بتتكلم عليها. طب ما هي الكيفيه من وجهه نظرك كرجل خبير في صناعه الاسمده؟ الكلام بيوجه للمسؤولين، واحنا عندنا مسؤولين في وزاره الزراعه بيسمعهم وبنفذهم. انا هرجع لفتره الستينات لما كانت الدوله متجهه للنظام الاشتراكي. كان موجود برضو اسعار وكان في سوق سود، ودايما باستمرار طالما ان فيه ما فيش منظومه حره، واخد بالك انت، داخل التوزيع، عمليات التوزيع لازم هيحصل سوق سودا موازيه، والسوق دي هيبقى الاسعار فيها اعلى بكتير جدا جدا، واخد بالك. فده شيء طبيعي. احنا مقدمين اقتراحات من فتره، والاقتراحات دي موجوده في مجلس الوزراء، وبتعد مذكره جديده بتحديث المعلومات دي هتسلم لوزاره الزراعه. وعلى فكره مجلس الوزراء عمل دراسه هايله جدا جدا. اللي قدم المذكره دي ايفر جرو؟ ايفر جرو ولا محمد الخشبي؟ ايفر جرو فريق من ايفر جرو. حضرتك عندك مكتب علمي في الشركه طبعا، مطلع على السوق والعلم اللي مقدم، وانا معاه برضو عشان خبراتي انا في التوزيع، فانا معاهم في قلب الدراسه. طيب يا باشمهندس، بالنسبه للبنك الزراعي المصري لديه امكانيات هائله، لديه شون وتم تطويرها، تمام. لماذا لا تستغل امكانيات البنك في توزيع حصه حاكمه تانية من الاسمده؟ وكان المزارع بيشوف في البنك الزراعي نظام اسهل كتير جدا من نظام التعاونيات. بص معلش، احنا بنضحك على بعض ليه؟ لان المندوبيات اللي موجوده في القرى النهارده مع العربيات بتاعه النقل الكبيره الضخمه ديت ما عادش تقدر تدخل جواها في وسط الكثافه السكانيه اللي موجوده في الريف، صح ولا لا؟ انا بتكلم كلام فانت بتتكلم النهارده عايش على طريق عامل زي احنا كل ما المصريين بيتكلموا في الفراعنه وناسيين الحاضر، واحنا برضو عمالين نتكلموا على ايام البنك وناسيين الواقع اللي موجود دلوقتي. الواقع اللي موجود بس البنك عنده شوان بره، عنده شوان بره بس بعيده. طب ما الفلاح النهارده في قريه من القرى هيروح يجيب من الشوان ديت اللي على مسافه 12 كيلو منه؟ مش ممكن. لابد ان انا الاليات بتاعتي اللي هي النهارده اللي بيتيح السماد للفلاح في اي مكان هو القادر. بالدليل ايه؟ هقول لك الدليل ايه. ان التعاونيات، وانا عارف ان الكلام ده هيزعل الجماعه بتوع التعاونيات، لكن انا هقوله لان هو شهاده لوجه الله. لو حقيقي يزعل، انا طول عمري بقول لهم انتوا نايمين في الخدمه وبتبيعوا انت سلع معمره وما عادش لكم لازمه عند الفلاح. الجمعيات بتفتح الصبح الساعه 8 وبتقفل الساعه 2، تمام. الفلاح في الفتره دي بيبقى في الغيط، لما بيرجع ودور على السلع بيلاقي ما بيلاقيش حد يديله، ما بيلاقيش غير التاجر. طب التاجر دلوقتي ما بياخدش، هيلاقي مين؟ هيضطر يسيب شغله تاني يوم ويجي. طبعا الراجل بتاع الجمعيه عنده دوره راس مال موجوده عايز يشغلها، فالسمات بتسرب. وانا مش بتكلم كلام. اذا مطلوب اعاده القطاع الخاص، اعاده القطاع الخاص بنفس المساواه مع التعاونيات. اذا انت خليهم كلهم على ارضيه واحده لكن بنفس السعر وتحديد هامش الربح. تحديد هامش ربح عايز تهدد، ماشي. الحاجه الثانيه النهارده ان لان انا بخلق منافسه، انا المفروض اخلق منافسه ما بين التعاونيات وما بين القطاع الخاص في ايهم يفيد الفلاح ويوصل له الخدمه
ويساعده ويديله تسهيلات في البيع وكلام. طيب انا مش انا معلوماتي معلوماتي للامانه من خلال متابعه النشاط البنك الزراعي المصري انه في هذه الفتره فتره ذهبيه في عهد المصرفي المحترم جدا استاذ علاء فاروق، هل توجه له وهو بيسمع وبينفذ فعلا نصيحه لتطوير اليات بنوك القرى؟ انا هقول كلام هو الاستاذ فاروق موافق عليه تماما، اللي هو ان البنك التنميه والائتمان هو دوره الاساسي مش توزيع اسمده، دوره الاساسي تمويل الفلاح في الانشطه بتاعته. هو بيعمل كده دلوقتي، ايوه واخد بالك، لكن ولو انت جيت النهارده للبنك الدولي وتعاملاته معانا وبتاع بنك الاسمده، بنك التنميه والائتمان الزراعي المفروض ما يوزعش اسمده، المفروض ماليش دور، لكن يمول التعاونيات في شراء الاسمده، يمول التعاونيات ومول القطاع الخاص، ومول القطاع الخاص ومول الفلاح، واخد بالك انت، هو دوره كده. هو حاليا للامانه عامل خدمات مصرفيه ممتازه، في شركات للفلاحين، في شركات موجوده، في شركات موجوده ده بتتبع البنك، في شركه البنك. الريف في شركتين او ثلاثه، الشركات ديت هي النهارده هي المفروض تدخل تاخد المندوبيات دي وتفرد فيها وتحل محل البنك اذا كانت هي عايزه انها تتاجر بشكل كبير، تاخد تمويل من البنك وتفرد. المشكله النهارده ان تدخل الدوله في تحديد الاسعار سواء بالنسبه للتعاونيات او بالنسبه للبنك، تمام، ده مدي هامش ربح، مش ما يصرفش على السلع، مش محفز، لا مش بس محفز، ما بيغطيش. يعني انت النهارده لما تيجي تمسك التعاونيات ما يغطيش، يعني في فرق بين انه مش محفز، يعني ممكن يخسر. انا هشرح لما تيجي تمسك التعاونيات النهارده لو عندها نشاط تاني غير الاسمده هتحط الفلوس فيه، يشتغلوا سلع معمره كويس. ليه؟ ما هو ليه؟ لان النهارده هو بياخد الاستماد من البنك، بياخد قرض من البنك ويروح يجيب سماد. طيب هو الدوله مداله 50 جنيه مش عارف ولا 55 جنيه هو اللي بيتحرك فيهم، 5 جنيه في الشيكارة اعتقد، فدول هيغطوا ايه ولا ايه؟ مش هيغطوا حاجه، واخد بالك انت، لان التمويل بتاع الطن هيخسره، فهو ما كانش يشتغل بفلوسه هو مش هيجيب سمات. اذا لو القانون او اللوائح تتيح اضافه او رفع هامش الربح على شكاره الكيماوي بالنسبه للتعاونيات او للتاجر لو دخل القطاع الخاص، اذا ممكن يفيد في اتاحه هذه الشكاره ويحل ازمه الاسمده. لا هيدي نوع من المرونه، لكن معلش مش هيتيح برضه. ليه؟ لان طالما ان فيه سعرين اتنين، وطالما ان الشركات مش واخده حقها، يعني خليك انت مع مكان الشركات دي فيها شركات اجنبيه مش مصريه، شركات المنتجه فيها شركات اجنبيه موجوده زي موبكو، زي في ناس جايه من بره عشان تستثمر في مصر، فيفاجئ ان انت واخد منه 55% من الحصه لما ترفع الغاز لسته لربع، النهارده ما عندوش مكسب، معادش مش بيكسب. مكسب في الشكاره اللي بينزلها السوق المحلي ما بيكسبش فيها، وبيكسب في الجزء بتاع التصدير. طب الاقتراح في النقطه دي يعني لما انت هتقول لي طب ما هو كويس، ما هو بيكسب في 45%، رقم كبير جدا مش عارف ايه. طيب ما انت لو السعر العالمي ما كانش عالي كده، تمام، هيبقى الربح اللي هو بياخده غير قادر على ان هو يقوم له الشركه. اصل الكلام ده عمره ما فيش، ده 6-7 شهور بس. ايوه يعني. طيب ما هو عشان كده ما ينفعش بقى ان انت تتعامل بالمنظومه دي، لازم النهارده انت تعمل عمليه تحرير. الحل بتاع الموضوع هو التحرير. اذا الحل في تحرير التحرير التحرير بقى له ضوابط، مش تحرير كده يعني. يعني لما بقول التحرير الناس فاهمه ان بكره هيبصوا لقوا الشكاره اللي هي ثمنها النهارده تقريبا في حدود 400 جنيه تقريبا، او وبتوصل 450 و500 جنيه، واخد بالك انت، يقول لك الشكاره دي هتوصل ل 800 ولا 600، مش هتبقى. اذا التحرير بضوابط يضمن الاتاحه بالسعر. طيب العادي نقول ايه الضوابط؟ ضوابط لو سمحت، احنا في التحرير مش محتاجين، معناها عايزين ندعموا الفلاح. الشركات يعني البرنامج اللي متقدم الشركات هتدفع مبلغ في الدعم ده، هنعمله صندوق للدعم، صندوق الشركات هتموله كل طن هي بتنتجه بتحط مقابله رقم في الصندوق. الشركات ده هتبقى في كيان الجمعية،
الشركات دي اللي هي الشركات المنتجة. المنتجة هتبقى في كيان جمعية، ما انت هتحكمها ازاي يعني؟ لا ايه اللي هيلزمها يعني؟ لا، لان الانتاج بتاع الشركات الوزارة بتبقى عندها خبر بيه. فانت لما بتصدر بره، بتتكلم على السبع المنتجين للاسمدة الازوتية، سبع المنتجين للاسمدة الازوتية، فهم النهاردة كل واحد فيهم النهاردة هو اصلا فكرة ان هو يحرر فكرة هو موافق عليه، وفكرة ان هو يدعم هو موافق عليه، لان هي افضل له، افضل له، يبقى هو عنده حريه ان هو يبيع بره او يبيع جوه. فممكن واحد يقول لك لا انا هبيع حصتي كلها جوه البلد، واخد بالك؟ واحد يقول لك لا انا هبيعها بره البلد. بس هل تعتقد ان هو هيفضل انه يبيع باربعه او بخمسه وهو بره البلد ب 13 و14 لا، النهارده؟ لو باع بره البلد هيبيع زي جوه البلد، فهي عنده سيان يبيع جوه مصر او يبيع بره مصر، هو سعر واحد. تعالى بقى ناخدوا الحتة التانية اللي هي، طب هتقول لي ده هيشعل الدنيا، هيشعل الدنيا في، انا عندي نوعين من المحاصيل، في محاصيل بتكسب، الفواكه كلها بتكسب. والله بقى لنا 4 سنين ما بيكسبوا يا باشمهندس. انت بتراجل بتاع، انت زرع زيتون. والله لا زيتون ولا موالح ولا موز ولا عنب ولا مانجا، كله بيخسر من 3 سنين بسبب التغيرات المناخية. بص، الحاجات المفاجأة ديت ما بندخلهاش في الحساب. ما هي ما عادتش مفاجأة، ده خلاص، ده احنا عشناه واصبحت مستمرة. لكن انت برضه انت هتأهل نفسك على التغير المناخي اللي حصل، وبعد كده انتاجك هيتظبط سنتين ثلاثة، يعني النبات هيعمل ادابتيشن، هيتأقلم معاه. انت سنتين ثلاثة والدنيا هتنتظم تاني. فأنا النهاردة باجي أقول لك الراجل بتاع الفاكهة مش محتاج دعم، اللي بيزرع فراولة، بيزرع موز، بيزرع مش عارف ايه، مش محتاج. مهما زادت الأسمدة عليه ما بتزودش عنصر التكلفة، لأن السماد في الآخر تكلفته حوالي 12% من إجمالي المدخلات في المتوسط. فال 12 دول هيبقوا إيه؟ هيبقوا 18. رقم مش كبير، الزيادة دي مش زيادة كبيرة، واخد بالك؟ يعني لما أجي بقى الراجل بتاع الفاكهة يقدر يتحملها، الراجل بتاع الخضر يقدر يتحملها، كل المحاصيل التصديريه ممكن تتحمل، والمحاصيل اللي هي ذات طبيعه خاصه زي الطماطم والمش عارف ايه، دي بتكسب كتير جدا جدا في مواسم، صحيح بتخسر في بعض المواسم، لكن في الغالب هي سلعه بتكسب، الغالب هي سلعه بتكسب. في خدمات مفروض الوزاره تقدمها للمزارع عشان خاطر السلعه دي ما تعرضش لنكسات الاسعار، لان ساعات انت الانتاج بيبقى ازيد من الطلب بكتير جدا جدا، فبيحصل نكسه في الاسعار. هنا المزارع اللي ما بتلتزمش بالتخطيط، دي خدمه الوزاره ممكن تقدمها. الوزاره عندها قطاع الشؤون الاقتصاديه وعندها تخطيط وكل حاجه، برنامج المزارع ما بيلتزمش، لها برنامج لوحدها. المزارع المصري للاسف يقتفي اثر هو التخطيط، يقول لك ده فلان زرع طماطم وكسب، يا استاذ محمود، ازرع طماطم. استاذ محمود، دور الجمعيات التعاونيه في الخمسينات كان ايه لما انشئ الاتحاد التعاوني؟ كان الارشاد. طيب هل في دور، ارشاد؟ هو ما عادش في مرشد. طيب ما عادش في مرشد، ما انت لازم يرجع تاني المرشد النهارده، معلش لازم المرشد يرجع تاني. كان الاول كل واحد بيزرع، لازم الجمعيه تبقى عارفه ان فلان ده زرع كذا وزرع كذا وزرع كذا، وبتسجل في الداتا، والداتا دي بتطلع لغايه الوزاره من فوق، بحيث ان انت النهارده لما تيجي تسال الوزاره بعد فتره انت زرع قد ايه قمح، يقول لك انا زارع بالفدان. النهارده الارقام بتطلع تقريبيه او بتطلع من بيانات قديم، ما فيش حد. اذا نشبع النقطه اللي حضرتك قلتها، حرمان بعض المحاصيل او بعض الاشجار او بعض النباتات من الدعم، وتوجيه الدعم الى المحاصيل الاستراتيجيه مثلا. هم خمسه او ست محاصيل، اللي هم القمح والذره، واخد بالك انت، ومحاصيل بتاعه الشجر، بنجر السكر، والقصب، القطن، تمام، القطن، اوكي ماشي، احنا عايزين نسترد مكانته، والمحاصيل الزيتيه بس. والمحاصيل الزيتيه، لان مصر بتستورد زيوت، يهمنا ان مصر تدخل في صناعه الزيوت من منتجاتها، كل حتى الشركات اللي هي بتصنع زيوت في مصر بتستورد خامتها من بره. عند النقطه دي انا مضطر اخد مع حضرتك بريك كده، فاصل قصير، وارجع هستاذن حضرتك في ان انا التقي الاستاذ الدكتور عادل عبد الخالق في فقرة عن أهمية ترشيد برنامج تغذية النبات في ظل أزمة الأسمدة، وما هو البرنامج الواجب اتباعه حاليا في ظل التغيرات المناخية. استأذن حضرتك في فاصل ونرجع، خليكم معنا.
منذ سنوات طويلة ونحن في قطاع الزراعة نتحدث عن ضرورة الترشيد في استخدام الأسمدة، مثل الأطباء الذين دائما ما ينصحون بالترشيد في استهلاك الأدوية والمضادات الحيوية. نحن في مصر تحديدا وفي العالم العربي كله لدينا هاجس بأن زيادة الأسمدة تعطي إنتاجا زراعيا، لكننا لا نعلم أنها قد تمرض التربة. حديثنا اليوم في هذه الفقرة مع أستاذ الأسمدة والتسميد الأستاذ الدكتور عادل عبد الخالق، المستشار العلمي لقلعة إيفرجرو لتصنيع أو لصناعة الأسمدة المتخصصة. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بكم، أهلا بالمشاهدين. النهاردة بنتكلم عن ضرورة بقى حتمية لترشيد الأسمدة في ظل أولا عدم إتاحة الأسمدة الأزوتية وارتفاع كل مدخلات الزراعة بما فيها الأسمدة المتخصصة. فما هو النصيحة أو البرنامج اللي حضرتك النهاردة بتوجهه للمزارع، تقول لي أعمل إيه في ظل التغيرات المناخية، أنت محتاج إيه في ظل أزمة الأسمدة، أنت محتاج إيه الأسمدة الأزوتية في ظل ارتفاع الأسمدة المتخصصة مدخلاتها وأسعارها، تعمل إيه علشان تحقق ربح؟ شوف، هو الموضوع يعني إحنا من زمان بنادي بترشيد استخدام الأسمدة، والترشيد مش معناه أنك أنت تقلل الكمية أو تستخدم الكمية اللي المفروض تضيفها المحصول معين يعني، ولكن الترشيد بيعني التكامل. وحديثا هناك أخذوا طلع مصطلح وسموه الفور آر. الفور آر أنا هقوله بالعرب، آر هو اختصار لكلمة رايت أو السليم، فهي بتعتمد على اختيار نوع السماد السليم وتحديد كمية السماد السليمة واختيار الأسلوب الأمثل لوضعها بالطريقة السليمة ووضعها في الحالة أو في المرحلة مرحلة النمو السليم. لو حضرتك بصينا، مشكلة جزء من مشكلة الأسمدة ونقص الأسمدة في مصر هو راجع لأنه الاعتماد وزارة الزراعة على ما يطلق بالمقررات السمادية، وإحنا لابد نغير المفهوم ده. فيش حاجة اسمها مقررات سمادية. هو طبعا قد يكون هذا الأسلوب مقبول في فترة إنك أنت عايز تعمل شيء من العدل بين الناس، فأنت بتدي مزارع الذرة اللي بيجيب 8 طن بيجيب 8 أرداب ولا 10 أرداب بتديله نفس كمية السماد للمزارع الآخر اللي بيجيب 20 أرداب أو 25 أرداب، وده كلام مش مظبوط، لأنه الإنتاج اللي بينتج 20 أرداب أو الأرض اللي بتنتج 20 أرداب بتستهلك أو محتاجة كمية أو النبات بياكل كمية أسمدة أكتر من اللي بيجيب 8 أرداب. وهنا في الحالة دي لابد ان احنا نربط كمية الأسمدة اللي توزع من قبل الحكومة على المزارعين نربطها بعملية الانتاج. إذن حضرتك استكمالا لما قاله المهندس محمد الخشم في الفقرة السابقة اللي قبل حضرتك على طول، ان هو بيدعو الى تحرير تجارة الأسمدة الأزوتية في مصر وإتاحتها في السوق او في الخارج بسعر واحد حتى لا يخلق سوق موازية، لكن حتى لا يتضرر الفلاح أنا ممكن أدعم مخرجات الإنتاج وليس مدخلات الإنتاج. زي ما حضرتك بتقول اللي جاب 20 أرداب بذرة ياخد على كل أرداب هامش من الدعم، إذن ممكن يشتري الأسمدة بالسعر المتاح في السوق. هو قضية الدعم قضية يعني هامة ولابد أنها توجه التوجيه السليم. يعني في لو خدنا حالة الدعم، الحكومة بتدعم الصادرات ومعظم الصادرات، فالمصدر هو بياخد جزء كبير من الدعم وانت ساب الفلاح لايس. فهنا المفروض انه انا ابتدي حلقة الدعم من عند المزارع وما دعمش المزارع حسب المحصول، ولكني ادعمه على اساس وحدة انتاج المحصول. زي ما قلت انه لو مزارع بيجيب 8 ارداب بذرة مش هديله نفس كمية الدعم زي اللي بيجيب 25 ارداب. يبقى انما لو عملت على وحدة الانتاج مقابل كل ارتاب هديله قد ايه، ده هيعمل حاجتين: هيدفع المزارعين ان هم يدوروا ازاي يزودوا الانتاج بتاعهم وبالتالي هحصل على انتاج اعلى، وهنا هرشد الكمية اللي بتوزع ويبقى عندي فرصة لتوزيع كميات اكبر على عدد اكبر من المزارعين. لكن حتى لا يكون حديثنا تنظير، هتيجي الدولة تقول لك منين المحفظة اللي امول بها دعم الفلاح، فهل في مقترح لصندوق زي ما المهندس محمد قال لكل الشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية، أنا حررت تجارة الأسمدة ومش هاخد منك 55% بسعر 3110،
انت حر بيع زي ما انت عاوز حسب السوق بالضوابط، هل ممكن يكون في صندوق ان كل شركة تحط عن كل طن انتجته سواء صدرته او وجهته للسوق؟ هي دي نقطة مهمة وهتساعد الشركات المنتجة انها تدعم هذا السوق وتحسن عملية الاداء، وممكن يكون هناك وسيلة اخرى لإيجاد دخل لهذا الصندوق، انه اللي بيصدر دعم الصادرات اللي الحكومة ما عرفش بتجيبه منين. للأمانة أنا بس عشان دعم الصادرات هو عدى برضو، أنا لأني محتك أيضا بالمصدرين، مصدر الحاصلات البستانية عليهم أعباء كبيرة جدا جدا، وقد يظن معظم الناس إن هم بيكسبهم، لا في ناس بتخسر كتير جدا وبتضيع استثماراتها برغم إن الحكومة بتدعم الصادرات المصرية. دعم الصادرات مهم لكن بشرط أن يفتح هؤلاء المصدرون أسواقا جديدة، تمام، ويزيدوا صادراتهم ويجودوا صادراتهم. الدولة هنا للأمانة دعم الصادرات موجه لكده، لكن ده بيتم أو ما بيتمش الله أعلم. هو أنا مع حضرتك، ولكن جودة المادة أو المحصول اللي أنا هصدره بتبتدي من عند المزارع، فإذا كنتش هدعم المزارع كويس فمش هيطلع محصول له جودة كويسة، وبالتالي المصدر مش هيقدر يعمل العملية. أنا طبعا بقول أفكار إنها عملية التطبيق محتاجة إنها تدرس بتفاصيل، بقول إنه إذا شركات الإنتاج الأسمدة تساهم في تمويل الصندوق بتاع دعم الأسمدة اللي هيتوزع على المزارعين، وإذا قدرت أوجد مصادر أخرى زي ما بقول حضرتك مش لازم أقسمه، أخد نسبة من الفلوس اللي بتوجه لدعم الصادرات تخش تمول الصندوق عشان أمول الأسمدة عشان أخليه يشتغل مظبوط، واخد بال حضرتك. حتة تانية إنه خلاص احنا لابد ان احنا نطلع من الطرق التقليديه يعني في استخدام الاسمده، واخد بالك. وانت حضرتك اشرت للنيتروجين، والنيتروجين من اهم الاسمده اللي عليها مشاكل في مصر والبتاع وعدم تواجدها في السوق بيع المشاكل وارتفاع اسعارها. هنا لابد ان احنا برضو ابتدى لابد ان احنا نبتدي نفكر في مش استنتاج الأسمدة التقليدية اللي هي اليوريا والنترات والأمونيا، ولكن هناك اتجاه جديد فيما يطلق عليه الأسمدة الثابتة أو بالذات في الأسمدة زي اليوريا والأسمدة الأمونية، لأنه هي مشكلة الأسمدة النيتروجينية حضرتك لو لقيت بالذات تحت ظروف الأراضي الغمر وارتفاع رقم البي اتش بتاع التربة بتاعتنا بتجد ان الفاقد فيها اكتر من 60%، يعني انت بتحط 100 كيلو الارض او النبات او المحصول بيستفيد ب 40 كيلو والباقي كله بيضيع. وبالتالي هنا لابد ان انا اغير من طبيعه الماده اللي انا بضيفها. اليوريا اصبح دلوقتي لابد ان احنا نفكر في انتاج اليوريا اللي هي المثبته اللي هي بيضاف عليها مواد اللي بيسموها بالانجليزي الاستابلايز فيرتيلايزر، ودي بضيف هي عباره عن مواد بتضاف لليوريا تعمل لها كوتينج يعني ولا غير الكوتينج. الكوتينج في المعروف انه الكوتينج بالكبريت او كوتينج بالتي سي دي اللي هو اليوريز انهبيتور او الثايوريا، ده برضو واحد من اليوريز. بس الثايوريا دي ضرب كارسوجينيك على ما اطلاقا ده هي بتتحط بنسبه مش عارف كام من 10%. فلما تيجي تدور على الكميه اللي محطوطه قريت عليها بحث خطير جدا. لا 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 اطلاقا الكلام ده مش صحيح، واخد بال حضرتك. وبتتحلل زيها زي اليوريا، بتقعد فتره طويله شويه بتتحلل. ولكن هنا انا بقول انه في اتجاه في بعض المواد اللي هي مثبطات عمليه مثبطات نزيم الاورياز اللي هو بيحول اليوريا الى امونيا وبالتالي يحصل عليها عمليات الفقد، وفي بعض المواد الجديده دلوقتي اللي الشركات وفي اتجاه في اوروبا في استخدامها ابتدى يتنامى، دي بتتحط اثناء التصنيع فتبقى مختلطة بكل الحبة، وبالتالي بتقدر تعمل سلو ريليز أو انفراد ببطء طول فترة بقاء السماد في الأرض، بعكس المغلفة. الأسمدة المغلفة بمجرد ما الغلاف بتاع الطبقة دي بينتهي أو بيتحلل خلاص كان كبريت أو خلافه تلاقي كله انفرد واخد بالك وطلع، فهي ممكن عملية إطالة المدى بتاع الحياة بتاع السماد بتبقى الفترة محدودة وبعدين يطلع، بعكس المواد الأخرى اللي بتبقى مخلوطة أثناء عملية التصنيع، ففي كل فترة بيطلع فيها شوية أزوت أو بيدوبه بتطلع مادة بتعمل على إعاقة أو عدم تكوين إنزيم اليوريز اللي بتكونه بكتيريا معينة في التربة اللي بيحول اليوريا لكربونات أمون. وبالتالي هنا أنت تقدر ترفع كفاءة استخدام الأسمدة من 40-50% إلى 80-90%. إذن الحل حضرتك في رفع كفاءة استخدام الأسمدة من خلال إدخال عمليات
تصنيعية جديدة أو نوهاو جديد في عملية تصنيع اليوريا تحديدا. سلفات النشادر أعتقد ما فيهاش مشكلة اليوريا. لا فيها مشكلة لأن فيها نشادر وبيحصلوا بس هي أبطأ شوية. هي أبطأ شوية لأنه سلفات النشادر لأنه النشادر بيحصل لها بالذات. ودي النقطة اللي أنا كنت عايز أتكلم فيها إنك أنت لازم تشتغل على صيانة التربة. صيانة التربة لأنه إحنا ما عادش عندنا شغل على صيانة التربة من زمان، وإحنا في برنامج الأرض بندعو لبرنامج قومي لصيانة التربة. بالضبط كده. فهو زمان كنا بنستخدم الأسمدة العضوية، والأسمدة العضوية كان لمؤاخذة المزارع، كل واحد مزارع عنده الزريبة بتاعته بيروح يجيب طمية من اللي موجودة ويبتدي يحطها يفرشها ويأخذها ويعمل كل ده، كان بيزود ما يطلق عليه بالساعة التبادلية الكاتيونية بتاعت الأرض، وبيحسن عملية النفاذية بتاعت المية والتهوية وخلافه، وبالتالي بيربي أو بيطرب التربة بالبكتيريا النافعة، وكان بيمسك الأمونيا بلد لأن هو الشحنات السلبة اللي موجودة عليه بتمسك الأمونيا وتمنعها من عملية التطاير أو من عملية حتى التحول بعملية ما يطلق عليها النترات أنها تتحول للنترات. هي الأسمدة العضوية أو الطين شحنتهم سلبة ولا موجبة؟ لا، انت عندك المواد العضوية بتبقى عندك شحنة سلبة من او بتزود السعة التبادلية الكاتيونية بتاعت التربة، والسعة التبادلية الكاتيونية معناها انك انت عندك شحنات سلبة كتير على التربة بتمسك الاسمدة او العناصر ذات الشحنة الموجبة زي البوتاسيوم زي الكالسيوم زي النيتروجين. لكن الاسمدة الازوتية معلش غايبة عني والله فعلا. لا هو ما هقول لحضرتك، هو احنا عندنا مشكلتين في الازوت. احنا كنا بنتكلم في الازوتين، عندنا مشكلتين في الفقد، يا اما تطاير غازي للامونيا، وده بيحصل زي ما بقول لحضرتك بعد ما بنحط اليوريا ويشتغل عليها انزيم اليوريس تتحول لكربونات امونيا، بتبتدي الامونيا تطير، وبتطير كل ما كانت درجه الحراره عاليه فاحنا الجو عندنا عالي، وكل ما كانت البي اتش بتاع التربه عاليه فاحنا البي اتش بتاع التربه عندنا عالي. ولذلك بننصح ان اليوريا لا تستخدم الا في البرد، مش تستخدم الا في البرد، او انك انت تستخدمها وتخلطها بالتربه، يعني تخليها تتغطى بحيث انه لما يحصل التحلل ان الامونيا اللي طالعه تتمسك على الشحنات بتاع التبادل الكاتيوني اللي موجوده وما تبقاش عرضه للفقد بالغسيل. الصوره الاخرى من الفقد نترات النشادر، في سلفات النشادر بتتحول لنترات زي ما بقول لحضرتك بفعل نوعين من البكتيريا بيشتغلوا على النشادر وحولوه لنترات، وبالتالي النترات هنا بتبقى بيحصل غسيل من التربه، واخد بال حضرتك، لانه النترات عليها شحنه سلبه، لا عليها لا شحنه تطمص. سلبه، وبالتالي شحنه سلبه مع شحنه سلبه فبيحصل تنافس ما بتمسكش، بعكس الامونيا عليها شحنه موجبه فتتمسك على معادن الطين. وده اللي بيخلينا نحط اليوريا للرز عشان فيه ميه ما نحطش النترات، لان النترات هتدوب في الميه بسرعه وتمشي مع ميه الصرف، انما اليوريا بتتمسك على حبيبات الطين. واليوريا تبقى افضل زي ما اقول لحضرتك لو احنا حطينا لها بقى، ابتدت شركات انتاج اليوريا تبص للحته دي ان هو يحط لها بعض المواد المنعه او المثبطه لنشاط انزيم اليوريز في التربه. ده المزارع اللي يحطها ولا المصنع؟ المصنع يعني المصنع. هذه النوعيه من الاسمده دي هيبقى اللي بسموها فتره حياتها في الارض هتبقى اطول، كفائتها هتبقى اعلى، وبالتالي هو محتاج يا اما يستخدم كميات اقل عشان ينتج نفس الوحده. الحاجه الثانيه اللي لابد ان احنا نفكر فيها، مش يعني انت احنا اتكلمنا وقلنا ان انا لو عايز ادي دعم هديه على وحده المحصول، وحده الانتاج من المحصول، مخرجات الانتاج وليس المدخلات. انا كمان ده هيجي منين؟ هتقولي طب ما انت هتعرفه ازاي؟ ده بيلا امونيا او نترات، وبالتالي بتقعد لفترات طويله. فالاثنين مفيدين لبعض، والاثنين بيحسنوا، ده بيرفع كفاءه استخدام ده وده يرفع كفاءه استخدام ده. طب في ظل ازمه الاتاحه، انا اسف جدا على المقاطعه لاننا باقي لي دقائق في الفقره، في ظل ازمه الاتاحه بالنسبه للاسمده الازوتيه وازمه ارتفاع اسعار الاسمده المتخصص، الفلاح يعمل ايه؟ على الاقل في الفتره اللي جايه على ما يحصل التزام في السوق والامور والصوره توضح، الصوره ما هياش واضحه، واخد بال حضرتك. انا ما مش بقلق، يعني لو جينا خدنا للأسمدة الفوسفاتية ما بقلقش قوي، لأنه تكرار الاستخدام بيجعل التربة فيها مخزون كبير، وهذا المخزون لا هو معرض للفقد لا بالتطاير ولا بالغسيل ولا بخلافه، وهيحصل بعد فترة أنه هو هيطلع ويتحول إلى صورة ميسرة النبات يقدر ياخدها، ما عنديش قلق قوي أبدا من القصة دي. البوتاسيوم فيه مشكلة في الأراضي الخفيفة، ممكن يحصل له غسيل وما يحصلش تراكم في التربة، إنما لو عندي أرض طينية أو أرض فيها مواد عضوية، واخد بالك، هنا في الحالة دي ممكن أنه يتمسك عليها البوتاسيوم وتزيد كفاءة استخدام السماد اللي موجود. النيتروجين نفس القصة، لو عندي مادة عضوية أو خلافه بتحصل القصة دي.
إنما أنا كنت لسه بقول لك إحنا عايزين نعمل صيانة للتربة. هناك بعض المواد الطبيعية وأنا مش هقول أسامي، إحنا شغالين على الموضوع دلوقتي إن شاء الله قريب هنشتغل عليه. هذه المواد بتضاف للتربة وداخلين في مجموعة تجارب كبيرة ابتدينا من الأسبوع اللي فات نشتغل فيها. المادة دي بتضاف للتربة بترفع قدرة التربة على مسك المية بمقدار 60%. إذن وصلنا إلى الترشيد، ودي كان محور فقرتي مع حضرتك. أنا بشكر الأستاذ الدكتور عادل عبد الخالق أستاذ الأسمدة والتسميد والمستشار العلمي لشركة إيفر جرو اللي قال لنا النهاردة أنت تقدر ترشد الأسمدة بالطرق اللي سمعناها، لكن على مصنع الأسمدة أن يلجأوا إلى أسلوب جديد في رفع كفاءة استخدام الأسمدة وإطالة عمر السماد في التربة اللي احنا بنسميها في المحاصيل شيلف لايف. كمان احنا عاوزين شيلف لايف أطول للسماد في التربة. على الدولة أن تسعى جاهدة في إنجاز المشروع القومي لصيانة التربة وإعادة خريطة الخصوبة في مصر، إذ لا يجب أن أوزع نفس السماد الذي يطرح في الدقهلية مثلا أعطيه لمحافظة البحيرة أو لوادي النطرون أو لأسوان أو للمنيا، فكلها تربات مختلفة وظروف مختلفة. بشكر حضرتك يا دكتور عادل، ونلتقي دائما على خير، ودائما فقرتنا معك مثمرة للمزارعين والمصنعين. بشكرك وبتمنى لحضرتك ولجميع المزارعين ومصر كلها بتمنى لهم التوفيق والتقدم إن شاء الله. شكرا جدا. الله يكرمك. حضرات السادة، مكملين فقرتنا الأخيرة أيضا مع عودة للمهندس محمد الخشن، هنتكلم فيها عن الاقتصاديات والسوق أخباره إيه ومستقبله إيه وإمتى الكيرف بتاع الأسعار العالية دي هينزل. خليكم معنا. مهما طال الحديث مع المهندس محمد الخشن رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفر جرو للأسمدة المتخصصة فلن نشبع كل المحاور، لكن محورنا الذي أتينا من أجله اليوم هو مستقبل صناعة الأسمدة ومستقبل إتاحة الأسمدة في العالم ثم في مصر لضمان إنتاج زراعي جيد. نرجع لمحاورنا اللي ما شبعناهاش في الفقرة الأولى. حضرتك كنت بتتكلم عن حل للمنظومة، حل متكامل لمنظومة إتاحة الأسمدة في مصر. هي طبعا هي المنظومة صعب شرحها، في هي لازم يبقى في ورق بيها، ولأن في أرقام وفي تحاليل للأرقام ديت موجودة عشان خاطر اللي بيطلع عليها وياخد قرار يكون مقتنع بالاتجاه ده. لكن وحضرتك قلت انك عملت ده في مذكرة وقدمتها لمجلس الوزراء ولصانع القرار. ايوه، احنا قدمنا مذكرة قديمة جددناها وبنعدوها دلوقتي، هنبعتوها لمكتب الوزير. طب السؤال اللي بيدور في عقلي من زمان، اذا كان سوق الاسمدة الازوتية انفتح في العالم بهذا الشكل نتيجة العجز الشديد بعد ازمة كورونا، ده ما يخليناش نقول في مصر ان احنا في حاجة الى التوسع في صناعة الاسمدة الازوتية في مصر؟ توسع ليه؟ ما انت عندك فائض. لا، القصة ما احنا حتى وبعدين الاسمدة ماشي، الاسمدة الازوتية بس اللي زادت، حتى البوتاسية حتى الفسفورية كله فوسفاتية زادت رخ، زادت الطلب عليها، زادت سعرها، اسعارها زادت. واخد بالك انت لاختلاف التكلفة؟ يعني انت مثلا الكبريت الزراعي وهو عنصر مهم في صناعة الأسمدة، لأنه بيدخل في صناعة حامض الكبريتيك، وحامض الكبريتيك ده أبو الصناعات. ده النهاردة إحنا كان $80، زاد بقى 140، من 80 ل 140 زاد بقى 180 200، النهاردة ب 260. الكبريت الزراعي العدس ده، ايوه الكبريت $260 طن. واحنا طبعا مفيش مصر ما فيهاش خام كبريت، احنا بنستورد فيها بس كميه ضئيله، كميه صغيره، يعني كميه صغيرة، ما 60,000 ولا 80,000 ما تغطيش، يعني لان ما تغطيش الاستهلاك بتاع مصر. مصر بتستهلك من هذا الكبريت اكتر من 1.5 مليون، بيجوا كلهم من بره. 1.5 مليون سنويا. واخد بالك؟ فطبعا انت بتتكلم في عناصر كلها ارتفعت، فبالضرورة المنتجات المصرية حصل عليها زيادة.
احنا فين بالمقارنه الا برضه احنا ما زلنا افضل، يعني رغم ان الدوله زودت سعر الغاز ل 6 الا ربع 6 دولار الا ربع، لكن احنا بالقياس للاوروبيين لا احنا اقل بكتير جدا جدا. لكن ما زال في بعض الدول بتدي الغاز بسعر مخفض زي الجزائر مثلا، زي قطر، زي السعوديه، زي الامارات، بتدي الغاز باسعار، بس احنا ظروفنا مختلفه عنهم. عامه النهارده المنظومه بتاعه التوزيع مطلوب مراجعتها ومطلوب اتخاذ قرار. اي مسؤول في الدوله بيخاف من ان هو ياخد قرار في تغيير الواقع الموجود، لكن احنا محتاجين في هذا الموضوع قرار. القرار ده يتاخد يندرس، وبعدين الدراسه اشرك فيها كل الناس، كل واحد يقول رايه، وانت كراجل صاحب قرار في الاخر ليك الرؤيه وليك ان انت تعمل نوع من التوازن بين القرارات دي بين بس الامانه انا مش مجامل، وحضرتك عارف الوزير الحالي السيد القصير اذا اقتنع بفكره واطلع عليها ولها اليات تنفيذ بينفذها في 24 ثانيه. هل قعدتوا معاه واديتوا له؟ هو طلب مننا داتا وهو بيدرس الموضوع، واعتقد انه مقبل على قرار مصيري في الفتره الجايه. لكن طبيعي الفلاح المصري ما زال في حلم مع الوزير ومع ورئيس الوزراء، وكل خطوه بياخدوها في هذا الاطار بياخدوها بحساسيه شديده، لان هو انت عارف الفلاح المصري الدوله مهتمه بيه ومش عايزه تعمل عليه اعباء جديده الا بعد ما تكون الاعباء دي هتوصلنا لمرحله افضل من اللي احنا فيه. في الفقره السابقه مع الدكتور عادل عبد الخالق خبير اسمده وتسميد كنا بنتكلم عن تحرير الأسمدة استكمالا للي حضرتك قلته في الفقرة الأولى، التحرير بضوابط، لكن وقفنا عند النوها أو الكيفية تمويل صندوق يدعم مخرجات الإنتاج. الدولة تقول لك أنا هدعم التصدير وأدعم الإنتاج، طب أجيب منين؟ لا اقتراحك لتمويل صندوق لدعم مخرجات الإنتاج الزراعي دعم الفلاح يجي منين التمويل ده؟ التمويل هيجي من النهاردة، الشركات النهاردة بتورد للسوق المحلي رقم يفترض أنه هو 50% من انتاجها، بتحطه بسعر 3000، 3000 ده تكلفه، فهو عنده 50% من انتاجه ما بيكسبش فيه. طب انا لو اديته مكسب في الرقم ده وخليته يحط رقم في الصندوق، في هذا الصندوق هم موافقين؟ انا سالت رؤساء الشركات، سألت بعض رؤساء الشركات، يعني لو قلنا بدل ما يسلموا بثلاثة هيسلموا بخمسة؟ لا، يسلموا بالسعر الحر. السعر الحر غالي جدا الوقت، معلش يسلموا 13000. المرحلة دي يعني لو فيها سنة وهتقف، هيرجع الموضوع تاني حر. السعر الفرق بين السعر الحر والسعر اللي الدولة محددة يرجع مش كبير. الفترة دي قد ايه يا باشمهندس من وجهة نظرك؟ الفترة دي أنا أعتقد أنها 22 كلها، يعني سنة 22 كلها لسه هيبقى السواد اللي احنا فيه ده بالظبط كده، ثم تستقر الأسعار أو تنزل. تستقر ولا تنزل بقى في 23؟ لا، هتبدأ تنزل، الكيرف هيبدأ ينزل تاني، الكيرف هيبدأ ينزل. وده بسببه إيه؟ يعني إيه الأمارات أو إيه الأسباب اللي تدعوه للنزول تاني؟ احنا عندنا ثينكينج كده أو اعتقاد يقول لك اي حاجه طلعت في مصر ما عادتش بتنزل. لا، هي ربكه موجوده في السوق العالمي، اسبابها موضوع كورونا. كورونا لما تعبت العالم، الناس كلها قفلت، فالناس بتفتح تاني. عشان تفتح وتنظم علاقاتها عامله ارتباك في النقل، وارتباك في الانتاج، وارتباك في منظومه التجاره، وكل المنظومات العالميه النهارده فيها ارتباك. لغايه ما ترجع المنظومات دي تتنظم تاني بتاخد فتره طويله، لانها علاقات تجاريه. العلاقات التجاريه ديت بتاخد شهور لغايه ما ترتبها تاني وترجع تنظمها، ويطلع منها الضيوف القادمين اللي هم المؤقتين. دول موجودين دلوقتي النهارده، الممتازين. طبعا في العالم كله، مش عندنا احنا بس. بتلاقي في ناس شركات دخلت كانت صغيره ودخلت خدت وكميات وكبرت، وشركات دخلت من مجال لمجال تاني عشان عندها فائض فلوس واشترت بيه خامات. وبرضه في بعض التخزين في العالم كله نتيجة ان الاسعار بترتفع، فكل واحد عايز ياخد اعلى قيمة من
البضاعة بتاعته اللي موجودة عنده. كل الكلام ده لما العالم يوصل فيها ان المعروض يعادل الطلب المطلوب هتبص لها الدنيا بدأت تهدى والدنيا ترجع للوضع الطبيعي. نرجع لتمويل الصندوق، هل الفرق بين سعر السماد ده المبلغ اللي أخده على كل طن سماد من السبع شركات يكفي لدعم كل مخرجات الانتاج الزراعي، ولا ممكن اجيب فلوس من المبيدات، اجيب فلوس من انشطه لها علاقه بالطب؟ لا 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 لا، انت طبعا ممكن يتعمل الكلام ده في كل المدخلات، كل القطاعات كلها ممكن تمول الصندوق ده. لكن احنا واخدين على السريع القصه بتاعت السماد، ان السماد يمول نفسه، قطاع السماد يمول، يعني الرقم اللي بيطلع من صندوق الدعم ده اللي بتحط الشركات على الانتاج بتاعها اللي هي بتبيعه مع التحرير، واخد بالك، الرقم ده يعالج السلع اللي احنا ذكرناها في اول الحلقة، ان في عندنا منتجات زراعية محتاجة دعم فعلا، الفلاح بتاعها غلبان والفلاح بتاعها يعني التكاليف كتير عليه وده مطلوب الدعم ليه، واخد بالك، والمحاصيل دي تعتبر محاصيل استراتيجية الدولة محتاجاها لانها بتعالج مشكلة الرغيف العيش، بتعالج العلاف، مشكلة العلاف، بتعالج مشكلة صناعة السكر، وبتعالج مشكلة نقص الزيوت في مصر. فانت حاطط الدعم ده بتوزعه على المحاصيل اللي هتحل المشاكل الاستراتيجية اللي موجودة في مصر. الفلاح مش هيبقى عليه اي عيب نتيجة ان الرقم اللي هياخده من الدعم هيغطي كل الزيادة في الاسعار. يعني احنا حسبنا الارداب هياخد دعم فوق ال 100 جنيه او ال 125 جنيه. وهل ده هيكون كافي؟ طبعا كافي، لما ما هو 125 اضربهم في 18 ارداب، انت بتتكلم في 2000 جنيه والتكلفه عمرها ما هتزيد 2000 جنيه. يعني فرق السعر الحر للسماد عن سعر التعاون مش هيكون ازيد من ال 2000 جنيه؟ مفيش تعاون بقى، التعاون هياخد بالسعر. انا بقول اللي هو بياخده يعني حاليا، يعني التكلفه الزياده على الفلاح اللي هتنتج عن تحرير الأسمدة، هتتعوض من الصندوق وزيادة شوية. طيب أنا بتهيألي كفاية كده علينا في القصة دي. وأنا في إيفرجرو النهاردة عاوز أعرف إيفرجرو وصل لفين النهاردة؟ إحنا ذاكرنا الماضي كويس قوي، ذاكرنا البداية، ذاكرنا مؤشر النمو بتاع النهاردة، إحنا داخلين على عام 22 وفي مشاريع قلنا عنها كتير وكانت لسه هل كورونا فعلاً لا، احنا دلوقتي يعني تقريبا على فبراير الجاي هنشغله. تشغل ايه؟ المرحله الثالثه. المرحله الثالثه دي فيها انتاج دايكالسيوم فوسفيت دي سي بي وانتاج فوسفوريك اسيد. فاحنا دلوقتي المعدات بتركب والبايب بتركب على بين الوحدات وبعضها الربط، وفي شهر فبراير ان شاء الله هيتم بكورة الانتاج بتاع المرحلة الثالثة. يعني فبراير 22 هنشوف حامض فوسفوريك ميد ان ايفر جروب. مظبوط. طيب بالنسبة للداي كالسيوم فوسفات والمونو كالسيوم فوسفات؟ الداي كالسيوم هيطلع شهر 4 ينزل السوق. شهر 4 ينزل السوق المصري. هننتج قد ايه؟ انتاج المصنع 110 ألف طن، واخد بالك، زائد أو ناقص 10%. ودول بيغطوا الجزء اللي بيتم استيراده من بره بس، جزء من اللي يعني هو اللي بيستخدم من الدي سي بي مصر احنا غطوه. فاضل منتج تاني اسمه الام سي بي اللي هو المونو كالسيوم. احنا بالتعاون مع شركه اجنبيه، شركه هولنديه، بنعمله مشروع تاني في برضه في مدينه السادات لانتاج الام سي بي داخل سور قلعة إيفرجرو نفسه ولا في مكان؟ لا لا، في مكان في موقع تاني. شركة اسمها سي اف سي، شركة هولندية، هي حتى جاية تمول المشروع كله بالكامل، واحنا واخدين فيه الناحية الفنية. إيفرجرو الناحية الفنية، الناحية الفنية يعني تركيب الإشراف على الإنتاج كله. إذن إيفرجرو وصلت النهاردة إلى أنها أصبحت بيت خبرة في صناعة الأسمدة وتركيب المصانع وإدارة المصانع. ده مظبوط. طيب اطلع من الوحده دي الى المشروع الاكبر، وهو مشروع تصنيع او حاجه، شركه كبيره جدا لانتاج الاسمده الفوسفاتيه، وحضرتك قلت لي قبل كده ان إيفرجرو ايضا واخده الجانب الفني فيه. ايه هو يا ترى؟ ما هو ده، هو ده بس بتاع المونو كالسيوم فوسفيت. ما هو اصلا مش لوحده
مونو كالسيوم ده جاب وراها منتجات كتير يعني، في 20 فرن بوتاسيوم سلفيت زيادة، حامض كبريتيك في مصنعين، 2 حامض كبريتيك، مصنع حامض فوسفوريك، ده كله ضمن المنظومة دي يعني، مش موضوع كده. واحدة NPK موجودة في NPK كبيرة حباية واحدة، فكل ده كله موجود في الوحدة دي في المشروع ده. NPK هتبقى حباية واحدة، حباية واحدة فيها 3 عناصر، يعني مش مجرد خلط فيزيائي، لا تصنيع كيماوي من أصله، تصنيع كيماوي من أصله و... والفلاح ممكن يستخدمها في الخدمة، وممكن يستخدمها في حياة النبات، وهي معمولة أصلا عشان يحصل تطوير داخل مصر في الاستخدام الأسمدة. نمرة 2 ان انا بغطي احتياجات السوق الافريقي، ده اللي قال عليه الدكتور عادل، ان احنا المفروض ان احنا نرفع كفاءة استخدام السماد. مزبوط. فحضرتك هتعمل NPK يعني سماد يعني مركب ده ده عناصر. ممكن بقى كل مركبات اللي الدكتور عادل اتكلم عليها ممكن تتحمل على المنتج ده وتنزل، يبقى انت بتوفر في السوق في الفلاح المصري، بتخفض الكميات اللي بيستخدمها، بتوفر له عناصر كتير اكتر من اللي هي كانت متاحه، كان بياخدها لوحدها هياخدها في الحبايه دي. المزارعين اللي قاعدين قدامي دلوقتي وبيشوفوا الحلقه بيقولوا لي طب ما تتكلم الراجل ده اللي بيتحكم في صناعه سلفات البوتاسيوم في السوق، ليه سلفات البوتاسيوم غالي كده وامتى هينزل؟ ما هو انا حكيت لك في اول الحلقه ان احنا كلوريد البوتاسيوم، كلوريد البوتاسيوم ده خام بنجيبه من بره، كنا بناخده ب $200 النهارده بناخده ب 530، وهيزيد في اخر السنه احب ب $700. اذا في مزيد متوقع؟ أيوة، من اسعار سلفات البوتاسيوم في السوق. انا قلت لك لان انا قلت لك لغايه السعر هيتم يرتفع لغايه 6.22، بعد كده هيستقر وبعدين هيبدا ينزل. فعندنا يعني في مرحله ثانيه من الزياده احنا بنحاول ان احنا ما نخلوهاش كبيره بالتفاهم مع الموردين، وربنا يسهل، انت ما تقدرش تملك الموضوع لوحدك. ما هو المزارع برضه من حقه يعرف ان سلفات البوتاسيوم ده عباره عن خامس من كلوريد البوتاسيوم بنستورده من بره، بيدخل مع حامض الكبريتيك، وبعدين بعمليات تفاعل بناخد الكبريت من البوتاسيوم ويطلع لنا سلفات البوتاسيوم سائل، يدخل على افران تجففه ويطلع البودر اللي انتم شايفينه، عشان كده هو ده سبب ارتفاع اسعاره في السوق حاليا. ايه اللي ممكن نعمله للمزارع في الفترة دي استنادا الكلام من الدكتور عادل؟ حضرتك في النهاية مهندس زراعي ولك رؤية في التسميد، تنصح المزارع بإيه في برنامج التسميد الوقت؟ يعني احنا في بعض العناصر موجودة في التربة المصرية، موجودة بالفعل، فدي على الأقل في الفترة دي الفلاح ما يبدأش، لازم يعرف طبيعتها، فلازم يبقى في تحاليل للتربة في كل منطقة. المنطقة الغنية في الفوسفات لابد ان انا اقلل، بس انا ادي مواد عضوية تدوب السماد ده بحيث يبقى متاح للنبات ان هو يستفيد منه، واخد بالك؟ ده موجود في برنامج بتاع الدكتور عادل، وده اللي خلى ايفر جذور تركز النهاردة على تصنيع المواد العضوية، او عملت شركة لصناعة الاسمدة العضوية عشان ازود المتاح في التربة المصرية من مواد غذائية للنبات يستفيد بيها على الاقل، وبعدين بعوض الجزء اللي انا اخدته من التربه تاني الفتره الجايه. معظم شركات الكمبوست حسب معلوماتي معظمها صفى، وده كان بسبب حاجات كتيره جدا، منها عدم كفاءه الكمبوست بعد تشغيله وتجربته من قبل المزارعين، لانه ايه السر في بقاء شركه ايفر جروف في تصنيع الكمبوست لسه واقفه واخده عند الكيرف، ما بل بتزيد كمان؟ ايه المميزات بتاع الكمبوست بتاعك؟ تصنيع اصل الكمبوست ده خلي بالك انت ممكن تاخد مواد تبقى سريعة التحلل ومواد تقعد في التحلل فترات طويلة. في كمان أساليب الحرق عشان تحول تستخرج الكربون اللي موجود في المواد دي. فدي الكمبوست مفروض ان فيه بكتيريا والبكتيريا بتشتغل وبتحلل، بياخد فترة طويلة. بالك انت اللي بيعمل العملية دي بشكل سليم المنتج بتاعه لا يمكن يختفي من السوق. اذا عندكم فترة الكمر لا تقبل النقص ساعة، ممكن تقبل الزيادة، معروفين يعني المدة بتاعته معروفة، وانت لازم تعمل اضافات في نهاية قبل الجمع، قبل ما تاخد المحصول لازم تعمل اضافات عليه، بتضيف قيمة مضافة على الكمبوست، لازم تضيف عناصر ليه سواء كان اسمدة او بقايا اسمدة او صخر فوسفات او بقايا اسمدة، احنا بنضيفه عليه بقايا.
عاوز تقول لي ان الكمبوست بتاعكم ممكن اجي احلله الاقي فيه فوسفور وبوتاسيوم وازوت؟ هتلاقي فيه كل العناصر، هتلاقي فيه كل العناصر، اما مش بنسب مرتفعه لكن موجوده، واخد بالك؟ وهتلاقيها في صوره متاحه، الاهم انها تبقى متاحه، لما النبات بياخدها بيقدر يمتصها، مش معناها بتتثبت في التربه. اه مش كومبلكس. اه طب الدكتور عادل بما انه مستشار علم مش صاحب شركه، ممكن يبقى محرج شويه في انه يتكلم على النوهو بتاع الماده اللي قال عليها، قال ان فيه ماده عضويه جديده ستضاف للتربه تحتفظ بالميه وتحتفظ كمان بالسماد تخليه يدوب ببطء. ده برنامج جاي لنا مع شركه برضو اجنبيه، وبنحاول ان احنا دلوقتي نشتغلوا عليه، و طبعا هو ده موجود الناس عارفاه، مش موضوع جديد، قديمه واتجربت والناس زهقت منها. المواد البوليمرات الغرويه دي وبتعمل اعفان جذور لا دي طبعا معروفه وفيري فيري اكسبنسيف، غاليه جدا. دي ماده مستخرجه من البراكين والزلازل، من البراكين يعني، وهيتم تصنيعها، مش هتبقى متاخده كده زي ما هو. لسه هتتصنع يعني، هتتصنع بحيث ان هي ما تعملش الاثار اللي انت بتتكلم عنها. بتضاف للتربه عادي، مع التربه عادي، وبتضاف بكميات كبيره يعني، فعنصر تكلفه. وبرنامج احنا بندرسه مع الدوله، مش هيبقى من ايفر جرو لوحدها، لانه محتاج تمويل. فالدوله لو اتاحت تمويل ووافقوا على البرنامج، والدوله طالبه الموضوع يدرس يعني، اذا اتيح البنك هيموله، بنك التنميه والائتمان الزراعي هيموله، بنك الزراعي المصري. يعني ده الفكره اللي موجوده، لكن هي لسه ما دخلتش حيز التنفيذ، ما دخلتش. لكن في الدراسه هيبقى غالي برضو يعني؟ هيبقى غالي، ولما يتقسم على السعر بتاع الفلاح هيتغطى من القيمه المضافه اللي هيعمله في التربه. يعني القيمه المضافه اللي جايه، واخد بالك؟ لانه هيوفر اسمده ويوفر مي، هيوفر اسمده ويوفر مي، واخد بالك؟ فالوفر ده ممكن يتسدد منه القيمه. ايفر جرو فيها كم موظف الوقت؟ احنا السؤال ده بس علشان انا برد عليه على بعض. عندنا 4000 4000 4000 بيت تقريبا، 4000 يعيشون تحت مظلة مظبوط ايفر جرو. هي دي المسؤولية المجتمعية اللي بتقع عليكم؟ والله احنا اي حاجة بتطلع بتبقى محتاجة نوع من الدعم للبيئة بنقوم بيها، ما بن يعني ساعدنا في حاجات كتير جدا داخل فيروس سي وغيره وغيره، دخلنا فيه. لما بيبقى فيه اي مشكله الشركه عندها برنامج انها تدخل وتساعد. انا في مقدمه البرنامج قصدتها، هو ليس خطا انه المهندس محمد الخشن رئيس شعبه الاسمده في الغرفه التجاريه، اين ذهبت الشعبه وما هو نشاط الشعبه حاليا؟ هل متجمد؟ لا، ولا ما عادش لها؟ ما هي الشعب طبيعتها كده، طبيعتها انها لما يكون فيه احتياج ليها بتنشأ. الاتحاد مد مرونة في الحتة دي، اتحاد الغرف التجارية مد مرونة ان انت ممكن تعمل الشعب، تعمل الشعب في 24 ساعة، تعمل شعب. لما يكون الموضوع النهاردة اصلا ما فيش تجارة اسمدة دلوقتي، تجارة الاسمدة واقفة على السوبر فوسفات وعلى الان بي كي والكلام ده، وده رقم مش كبير. هتلاقي الشركات النشيطة في السوق حوالي 5-6 شركات هي اللي ماسكة البرنامج ده، أما كل القطاع التجاري في السوق بتاع الأسمدة اللي كان عدده 5000 تاجر، دول كلهم سايلنت النهار، كلهم. المزارع أو المحرر الاقتصادي أو الرجل المثقف في الشارع اللي بيقول أنا خايف على المزارع وخايف على إنتاج الغذاء في مصر، عنده مصطلحات كده بتلسعه، وأنا آسف إن أنا أقولها بالمفهوم البلدي، ساعة ما يقول لك تحرير السلع او تحرير الخدمات او تحرير الاسمده، يقول لك الدوله هتاكل الفلاح. هل فعلا تحرير الاسمده النهارده ممكن يضر بالانتاج الزراعي العام، او يضر بالفلاح، او يعمل مزيد من تسريب الفلاحين من اراضيهم لسواقه التوك توك او للعمل في مهن اخرى؟ هو بص، طبعا هيكون له تاثير، عشان بس ما نخففوش وبعدين نفاجئه ان فيه اثر يقوم نقوله لا. ده لا، لازم اي موضوع ليه اثار. السد العالي اللي هو حامي مصر النهارده له اثار، كانت له اثار سلبيه، انها الري بالحياض، فاي اي برنامج ومنع الطمي، ما فيش حد بيبقى قدامه برنامج والبرنامج ده له اثار سلبيه وبيقف. انت بتنفذ البرنامج وتعالج الاثار السلبيه،
ده طب المدى الزمني لمعالجة الآثار السلبية هيطول على الفلاح والقيمة المضافة هتغطي بسرعة ولا في؟ أنت هتطرح برنامج دعم جديد. آه. بس دعم للمخرجات مش للمدخلات. لغاية ما ينتظم البرنامج ده هياخده السنة الجاية. هياخده سنة لغاية ما الفلاح يعرف إزاي ينفذه وكلام من ده. ولازم يكون فيه من الآخر مرونة من الدولة ومرونة من الفلاح عشان خاطر المنظومة دي تنجح. هل نقترب من كشف سر وراء الستار حضرتك بتحاول في تحرير الاسم ده قريب؟ لا ما عنديش. ما عندكش علم؟ لا ما عنديش. لكن علم. انت ده طلب؟ لا ده طلب او تخمين قد نضطر اليه. لا ما فيش اي مؤشرات تقول ان في تحرير في الفترة القريبة. احنا بنطلبه بيه. اه يعني انا كرجل اعمال بطالب بيه. بقول لك ليه؟ لان هو ده الطبيعة بتاعت الامور. طبيعة الامور ان كل حاجة تبقى متاحة وتبقى كويسة. واي تنظيم في اي سلعة اقتصادية بيخليها تدخل تحت بيبقى لها سعرين اتنين ولها سوق سودة. فاحنا عايزين نخرجه من هذا الاطار. اذا طبيعة اللي حط منظومة للرغيف العيش في مصر قادر على ان هو يحط منظومة لتجارة الاسمدة. الموضوع مش صعب. وتجارة الاسمدة هي اللي بتجيب رغيف العيش في النهاية. اذا طبيعة الامور هي الإتاحة، لكن الإتاحة بلا ضوابط تفرض منتجا رخيصا ليس له قيمة لدى أي مستهلك. وتحرير تجارة الأسمدة بضوابط مطلب لرجال الأعمال ومصنعو الأسمدة. حضرات السادة المشاهدين، بهذه الكلمات تنتهي حلقتنا اليوم مع المهندس محمد الخشن. مرة أخرى نقول بلا مبالغة عراب صناعة وتجارة الأسمدة في مصر، فهو رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفرجرو الأسمدة المتخصصة، ومنها شركات متعددة في تجارة الأسمدة، منها شركة المنوفية وأوبال وشركة أخرى لتصنيع الأسمدة العضوية. بشكر حضرتك يا باشمهندس على هذا اللقاء، ونلتقي دائما في حلقات مثمرة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جدا، وربنا إن شاء الله يصلح الأحوال. الله يخليك. إن شاء الله. شوفكم على خير الأسبوع الجاي. لازم أحيي الأستاذ محمد أبو عمرو مدير تحرير هذا البرنامج، وكبير المصورين الأستاذ سليمان محمد، والأستاذ أحمد حسنين مساعد كبير المصورين. بشكركم جميعا وتصبحون على ألف خير.